واعيين بهذه التحديات وتطبيقا للتعليمات السامية لصاحب جلالة الملك محمد السادس، تجسدت هذه الإرادة القوية لإنقاذ وتنمية هذا الرصيد التراثي من خلال إحداث الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجري الأرقان سنة 2010، ويتعلق الأمر بمؤسسة تعنى بالحفاظ على المنظمات الإيكولوجية الطبيعية الهشة والتنوع البيولوجي، كما تتكلف بتنفيذ برامج التنمية مندمجة لفائدة ساكنة هذه المنطقة. نظرا للأهمية التي يكسبها شجر الأرقان، تم التوقيع على عقد برنامج مع الفيدرالية المهنية لسلسلة الأرقان للفترة ما بين 2011 و2020، وذلك لتطوير مختلف حلقات هذه السلسلة. وهكذا فيما يخص برنامج تأهيل مجال الأرقان الطبيعي، تم سنة 2013 وأمام أنضى صاحب الجلالة نصره الله التوقيع على اتفاقية شراكة لتأهيل 200,000 هكتار، حيث بذلت مجهودات مهمة في هذا الإطار. تم تأهيل ما يفوق 164,000 هكتار بغلاف مالي يفوق 50 مليون دولار. وعلاوة على إنقاذ شجرة الأرقان الطبيعي كنبات غابوي في الأصل، أطلقت وزارة الفلاحة برنامجا طموحا للأرقان الفلاحي كزراعة مثمرة زيتية. وقد تم العمل على برنامج لغرس 10,000 هكتار من الأرقان الفلاحي سنة 2018 بغلاف مالي قدره 49 مليون دولار، مول منها مشكورا الصندوق الأخضر للمناخ 39 مليون دولار. وإلى اليوم تم غرس ما يقارب 6,000 هكتار من شجر الأرقان الفلاحي، والبقية في طور الإنجاز. ولمواكبة زراعة الأرقان، تم إرساء العديد من التحفيزات المالية من خلال صندوق التنمية الفلاحية، ومن المتوقع إنجاز مشاريع تنموية أخرى في إطار استراتيجية الجيل الأخضر التي تفضل بإعطاء انطلاقتها جلالة الملك محمد السادس نصره الله. ويتعلق الأمر ببلوغ هدف تراكمي يقدر ب 400,000 هكتار لإعادة تأهيل شجر الأرقان ومتابعة تنمية زراعة الأرقان الفلاحي لبلوغ مساحة 50,000 هكتار في أفق 2030.